وقع دخول 3 غرباء يوم الاثنين 3 ابريل بحسب الساعتين الاربع، كانت تشرف على زميله كذا. 3 غرباء هذوما قعدوا شويه في القسم، بعد واحد منهم لعب فوق الطاوله احدث فوضى كبيره في القسم، ثم واحد اخر ثاني شد الاستاذه من يدها وجرها وفقدت الاستاذه التوازن نتاعها وغادرت القسم بطبيعه الحال اثر الحادثه المريعه هذه. بعد 3 غرباء ذوكم غادروا القاعه وتبين انهم بطبيعه الحال أكيد في التحقيق بتاعنا أن ما همش متلامذة من المعهد أصلا، نأكد بتنديدنا الشديد بهذه الحادثة. ثانيا اليوم أخذنا إجراء وهو وقف احتجازية تتمثل في تعليق الدروس من الساعة 10 إلى الساعة منتصف النهار.